بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، أبنائي الطلبة، مرحبا بكم في محاضراتنا المخصصة لمقياس مدخل لعلم الاجتماع. محاضرة اليوم هي محاضرة تابعة للمحاضرة الثالثة التي تكلمنا فيها عن أهم أعلام علم الاجتماع، وكنا قد خصصنا المحاضرة أو جزء من المحاضرة الثالثة للعلامة عبد الرحمن بن خلدون، وقمنا بتعريفه وذكر أهم إنجازاته بما فيها أهم أفكاره في علم الاجتماع. ونحاول أن نواصل في محاضرة اليوم مجموعة من أعلام علم الاجتماع، ونتكلم عن أهمهم المتمثل في أوغستو كونت، كارل ماركس، إيميل دوركايم، وماكس فيبر، حيث أنها لهؤلاء العلماء مجموعة من الآراء الكبيرة والنظريات في علم الاجتماع والأفكار التي لازلنا نعتمد عليها إلى يومنا هذا، كما سنشير في محاضرات لاحقة إن شاء الله إلى أسماء بارزة في علم الاجتماع وأهم إنجازاتها. محاضرة أول عالم سوف نشير إليه في هذا الجزء من المحاضرة هو العالم أوغستو كونت. العالم أوغستو كونت من مواليد عام 1798 في مدينة مونبيليي الفرنسية، يعتبر أول من وضع مصطلح سوسيولوجيا في النصف الأول من القرن التاسع عشر، وكرس كافة جهوده لتوضح معالم هذا العلم ورسم حدوده، كما علقت عليه آمالا كبيرة في أن يصبح مثل علوم الكيمياء وعلوم الفلك. إذن ارتبط اسم العالم الفرنسي أوغستو كونت بعلم الاجتماع من حيث أنه أول من صاغ مصطلح علم الاجتماع أو السوسيولوجيا. لاحظنا في المحاضرة الماضية أن العلامة ابن خلدون يعتبر أول المسلمين العرب الذين أتوا بهذا المصطلح وهذا العلم، وكان يسمى أنذاك علم المجتمع أو علم الميدان البشري. أما العالم أوغستو كونت فقد أتى باسم علم الاجتماع أو السوسيولوجيا. ما هي إذن أهم أفكار العالم أوغستو كونت في علم الاجتماع بصفة عامة؟ سوف نشير إلى أهم وأبرز الأفكار حتى تسعنا هذه المحاضرة لذكر أفكار بقية العلماء الآخرين. أولاً، قام بدراسة الظواهر الاجتماعية في حالة حركتها وسكونها، وبالتالي قسم هذا العلم إلى قسمين، أي علم خاص بحركتها وعلم خاص بسكونها. ألف فرع ثابت ومستقر اجتماعيا، ومجال اهتمامه هو النظام، وبالتالي يركز من خلال دراسته على العلاقات المتبادلة بين النظم الاجتماعية مثل النظام الديني والنظام الحكومي، النظام الاقتصادي والتربوي وغيره، وهنا يركز على دراسة التوافق الاجتماعي عن طريق تشريح النظام وتطبيق المنهج الوصفي الذي يقوم على الملاحظة والتجربة والمقارنة، وتكون وحدة التحليل أو التشريح الأساسية فيه هي النظم الاجتماعية والأسرة بشكل خاص. إذن هذا الفرع الثابت والمستقر اجتماعيا
معناه أن هذا القسم من علم الاجتماع عند كونت يدرس ماذا؟ يدرس المجتمعات الإنسانية في حالة استقرارها، وباعتبارها مرحلة ثابتة في فترة معينة من تاريخها. إذن هو يدرس بذلك المجتمع الإنساني في تفاصيله وجزئياته. لماذا؟ لأن المجتمع عنده يتضمن عدة نظم، كنا سياسية، قضائية، خلقية أو دينية، وفي هذه الحالة هذا الفرع يعتبر ثابت ومستقر اجتماعيا، يقوم بدراسة هذه النظم من حيث مثلا مكوناتها ووظائفها، وذلك بهدف الكشف عن القوانين التي تحكم الترابط أو التضامن بينها. هذا بالنسبة للفرع الأول. الفرع الثاني أو الفرع باء، فرع التطور والحراك الاجتماعي، حيث يرى هذا العالم أن المجتمع فيه ثابت ومتغير. فإن كان فرع الاستقرار الاجتماعي في علم الاجتماع يعنى بدراسة قضية النظام، فإن الحراك الاجتماعي يعنى بدراسة التطور والتغيير. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الفرع الثاني، وهو فرع التطور والتغيير أو كما سماه العالم أوغستو كون الحراك، موضوعه هو دراسة قوانين الحركة الاجتماعية والسير الآلي للمجتمعات، كما يقوم بدراسة أو الكشف عن درجة تقدم الإنسانية وتطورها. أي أنه علم الاجتماع في هذه الحالة يدرس الإنسان في جملته أيضا، ولكن من ناحية تطوره وليس استقراره، وانتقاله من حال إلى حال ومن وضع إلى وضع جديد. هذا بالنسبة للفرع الثاني. وقد ركز بصفة عامة كونت على أن العناصر الأساسية لتشكل أي مجتمع هي الفرد، الأسرة، والدولة. قلنا ما هي العناصر الأساسية لتشكل أي مجتمع عند العالم أوغستو كونت؟ هي الفرد، الأسرة، والدولة، وأن قوة الفرد إنما تحدث بتضامنه وتعاونه مع أقرانه في المجتمع، أي وليد ضمير الجمعي. كما أن للعالم كونت أهمية بارزة ما بين علماء عصره بفضل ما تركه من تجديد في مناهج البحث في هذا العلم، وتطبيق منهج البحث الوصفي على دراسة الظواهر الاجتماعية، أي تطبيق العلم على دراسة الظاهرة الاجتماعية. نشير فقط في عجالة أو نقول أنه كذلك تحدث عن قانون المراحل الثلاث، وهي بالنسبة لأوغستو كونت هي المرحلة اللاهوتية والمرحلة الميتافيزيقية والمرحلة الوضعية. تكلم عن هذه المراحل الثلاث وقال أنها تتسم بسيادة التفكير العلمي وتفسير الظواهر، وانتقل من حال إلى حال. ما يهمنا في هذا في هذه المحاضرة أو هذا الجزء البسيط المخصص للعالم أوغستو كونت أن فكرته في علم الاجتماع أخصها إلى أو قسمها إلى قسمين: فرع ثابت ومستقر اجتماعيا، قلنا ويهتم بدراسة المجتمع في حالة سكونه، والفرع الثاني هو فرع التطور والتغيير أو الحراك، وهو الذي يدرس علم المجتمع في حالة حركاته وتطوره وانتقاله من حال إلى حال ومن وضع إلى وضع، وكل ما ظهر جديد في المجتمع يدخل في هذا الجزء الثاني، وهو جزء الحراك الاجتماعي. هذا إذن بالنسبة إلى العالم كونت باختصار شديد. ننتقل إلى العالم الثاني، وهو العالم كارل ماركس. ولد كارل ماركس عام 1800 بألمانيا، وتوفي عام 1883 بلندن.
وكان كثير التنقل والتجول بين فرنسا وألمانيا وإنجلترا، الأمر الذي وسعد إلى ملاحظاته وتحليله للظواهر. وقد عاش الثورة الفرنسية والثورة الصناعية والثورة الثقافية في ألمانيا، وهو ما جعله رائدا في الفكر الماركسي، حيث قام بدراسة الأوضاع التي كانت سائدة في بريطانيا في النصف الأول من القرن التاسع عشر، حيث اعتبرها نموذجا للبلاد الصناعية الرأسمالية ونموذج للتطور أو تطور المجتمعات الإنسانية. فكارل ماركس تنقل بين ألمانيا وفرنسا وإنجلترا، الأمر الذي جعل دائرة معارفه واسعة إلى جانب قراءته للتاريخ وتحليله واستيعابه للكثير من العلوم. وعايش الثورة الفرنسية قلنا والثورة الصناعية والثقافية في ألمانيا وبالتالي مفكريها، وقد جعل هذا الأمر العالم ينظر إلى علم الاجتماع والظواهر الاجتماعية بثراء كبير. عرض ماركس رؤيته للواقع الاجتماعي في مجموعة من المؤلفات الأساسية، ربما نشير إلى أهمها في البيان الشيوعي الذي صدره مع شريكه إنجليز، وكتاب رأس المال. سوف ننتقل إلى أهم أفكاره في علم الاجتماع. إذن أهم أفكار ماركس في علم الاجتماع والاقتصاد بصفة عامة. يقوم تحليل ماركس في تحليله للظاهرة الاجتماعية والاقتصادية على مجموعة من المقدمات المنطقية أو افتراضات خاصة التي يعتبرها ضرورية لعلم الاجتماع عند دراسته الصراع الطبقي والتطور المادي للمجتمعات الإنسانية، وقد سطرها في مجموعة من النقاط نشير إلى أهمها. أول نقطة هي خاصية التغيير الملازمة لعلم الاجتماع، خاصية التغيير الملازمة لعلم الاجتماع، أي أن الظواهر الاجتماعية غير ثابتة، تنتقل من حال إلى حال. النقطة الثانية هي منطقية التغيير وترتيبه، أي أن تغيير الظواهر خاضع لملاحظات وليس للصدفة. فيقوم تحليل كارل ماركس للظواهر الاجتماعية والاقتصادية على مجموعة قلنا من المقدمات المنطقية، وبالنسبة إليه يا إما أن الظواهر الاجتماعية هي ظواهر غير ثابتة، أي تتطور وتتغير حسب الظروف، وهذه الظواهر خاضعة للملاحظة وليس للصدفة. مجال نقطة أخرى تحدث عنها وهي مجال التغيير الاجتماعي، ومجال التغيير الاجتماعي عند كارل ماركس هو الاقتصاد. فنمط العمل والإنتاج الاقتصادي حسب هذا العالم له دور محوري في التغيير الاجتماعي من خلال نمط العمل الذي يعطينا ماذا؟ يعطينا نمط معين من الإنتاج، والذي بدوره يؤثر على البناء الاجتماعي القائم وطبيعة العلاقات. إذا التغيير الاجتماعي أو التغيير الجدلي عند كارل ماركس يربطه بالتغيير الاقتصادي والصراع الطبقي الذي يعد أداة التغيير الرئيسية والفعالة داخل المجتمع الإنساني. ويحدث التغيير إذا من خلال ماذا؟ من خلال نجاح الطبقة الفاقدة لوسائل الإنتاج في إلحاق الهزيمة بالطبقة المالكة لها وفق صيرورة حتمية الصراع. وأساس التغيير الاجتماعي إذن هنا هو يعتبر مادي ممثل في الاقتصاد،
عن طريق الصراع وأدواته بين الطبقات الاجتماعية نتيجة السيطرة أو سيطرة طبقة جديدة على أدوات الإنتاج، وبالتالي تفرض هذه الأخيرة نفسها ورؤيتها الجديدة في المجتمع. وماذا يحدث؟ يحدث التغيير الجذري في المجتمع. هذا بالنسبة للنقطة الثالثة اللي هي التغيير الاجتماعي أساسه الاقتصاد أو أساسه عامل مادي. عندنا نقطة أخرى كذلك أشار إليها هذا العالم هي البنية أساس السلوك، ويقصد بها أن تشكل الاتجاهات والسلوك داخل المجتمع يساعدنا على تطبيق المجتمعات الإنسانية من مجتمع بدائي، مجتمع إقطاعي، برجوازي، اشتراكي، شيوعي وغير ذلك. ثم تحدث عن نقطة أخرى وهي ماذا؟ وهي التغيير الاجتماعي، ويأتي كحتمية للصراع الطبقي في المجتمع، والمتمثل في الجانب المادي دائما اللي هي الاقتصاد الذي يفرض التغيير في جميع المجالات بما فيها المجال الاجتماعي. إذا تحدثنا وقلنا في النقطة السابقة أو ما قبل السابقة على أن التغيير الاجتماعي أساسه مادي ومتمثل في الاقتصاد. تكلم كذلك على نقطة مهمة وهي الاغتراب. الاغتراب، ماذا يقصد بالاغتراب؟ هو باختصار يعني حسب العالم، هذا العالم هو باختصار يعني أنه كلما زاد التطور التكنولوجي لوسائل الإنتاج والتقدم الحضاري، كلما زادت حدة الاغتراب من خلال استبدال قوة العمل الإنسانية بالآلة، وهو ما يحدث حاليا في عصرنا الآن. إذن الاغتراب هو مصطلح يصف كل من عملية ونتائج تبديل ناتج النشاط الإنساني والاجتماعي في ظروف تاريخية معينة، وكذلك تحويل خصائص وقدرات الإنسان إلى شيء مستقل عنه ومتسلط عليه في نفس الوقت، مثل الآلة أو الروبو الذي يصبح مكان الإنسان ويحكم فيه ويأخذ دوره، وأيضا تحول بعض الظواهر والعلاقات إلى شيء يختلف عما هو عليه في حد ذاته. مثلا نظام الأسرة، في القديم كانت تجتمع العائلة الممتدة مع الأسرة الصغيرة، والآن الأسرة الصغيرة بذاتها لا تجتمع مع أبنائها نظرا للتطور التكنولوجي المشهود، بحيث أن كل فرد تجده في ركن خاص به ورغم أنهم تحت سقف واحد. وفي فكر كارل ماركس يشير المفهوم إلى حالة انفصام الإنسان عن بيئة الإنتاج التي ينتمي إليها، بحيث لا تصبح علاقته بالبيئة طبيعية، حيث التي يعد هو جزء منها مباشر أو ودية، وتزداد حدة الاغتراب بازدياد كنا التطور التكنولوجي لوسائل التقدم الحضاري، أين يصبح هناك استبدال لقوة العمل الإنسانية بالآلة، عندئذ تزداد الهوة اتساعا بين الفرد وأدوات الإنتاج التي يعمل عليها، فينتج لديه الشعور هذا الإنسان بماذا يشعر؟ يشعر بالعزلة عن نظام الإنتاج وأهدافه. فجوهر فكرة الاغتراب في النظرية الماركسية هي تجسد في ظروف العامل في المجتمع الرأسمالي. تكلم كذلك عن نقطة مهمة أخرى وهي الإيديولوجية، وحسب كارل ماركس فإن الاقتصاد هو الذي يحدد طبقات المجتمع، والمكون من بنيتين، البنية الفوقية والبنية التحتية. فالأولى ماذا تمثل؟ تتمثل في الأفكار والمعتقدات والقيم السائدة، أما الثانية فتتمثل في البناءات الاجتماعية والاقتصادية كالمؤسسات والمصانع والإنتاج والآلات، وأن المعرفة تعد قضية هامشية مقارنة
بنتاج المصالح الاجتماعية، وبذلك فهي لا تستطيع إحداث التغيير في المجتمع حسب كارل ماركس. إذن الإيديولوجيات تمثل الإيديولوجية نظرية أو نسق من الأفكار تتخذ من تبرير تطلعات وأوجه نشاط جماعة ما من البشر، وظيفتها اجتماعية، وتمثل إيديولوجيا في ظل النظام الإيديولوجيا في ظل النظام الرأسمالي أحد سمات اغتراب الإنسان، فهي تتناول الأفكار والقيم التي يظل بها التطور الحضاري وعي الناس يضلل عفوا بها التطور الحضاري وعي الناس. والإيديولوجيا السائدة في نظر كارل ماركس هي إيديولوجيا الطبقة الحاكمة بحكم النفوذ والملكية لوسائل الإنتاج والسيطرة على الاقتصاد والسياسة. عندنا نقطة أخرى اللي هي المجتمع الرأسمالي. فقد تحدث كارل ماركس عن المجتمع الرأسمالي، وهو الاستغلال من قبل الأقلية البرجوازية لأغلبية المجتمع من خلال الاستحواذ على معظم ثروة المجتمع. إذن المجتمع الرأسمالي فكرة تتضمن تكوينا اقتصاديا واجتماعيا وأسلوب حياة اجتماعية قائم على ماذا؟ على الاستغلال الصريح من قبل الأقلية البرجوازية من الناس للأغلبية من خلال الاستحواذ على معظم ثروة المجتمع، بحيث يمكن أن تجد في مجتمع الرأسمالي شخص واحد يملك ثروة تعادل ثروة دولة، ثروة دولة كاملة أو مجموعة دول. إذن قلنا شخص واحد ممكن أن يمتلك ثروة دولة كاملة أو مجموعة دول، ويتميز تكوين المجتمع الرأسمالي بالتناقضات والتوتر والصراع الداخلي. وهنا يرى كارل ماركس أن ظاهرة نمو التصنيع في المجتمع الرأسمالي أدت إلى إضعاف روابط الأفراد بمجتمعهم ومؤسساتهم، أي شكلت لدينا حالة الاغتراب التي تكلمنا عليها سابقا، مثل الأسرة الممتدة والجماعات المحلية، الكنيسة والثقافة الاجتماعية حسب كارل ماركس. وأصبحت علاقة الإنسان بالسوق هي العلاقة المسيطرة والسائدة في الحياة الاجتماعية في المجتمع الرأسمالي. نواصل عن في هذا الموضوع عن أعلام علم الاجتماع دائما، ونشير إذن إلى العلماء العالم إيميل دوركايم، وهو من مواليد سنة 1858 بفرنسا من أسرة يهودية، وتلقى تعليمه بمدرسة المعلمين العليا بفرنسا بباريس، وبعدها سافر إلى ألمانيا حيث اهتم بدراسة الاقتصاد والأنثروبولوجيا الحضارية، وعين للتدريس بعدها بجامعة بورديو سنة 1987، ثم بجامعة السربون سنة 1902، حيث كان ممثلا للفكر الاجتماعي في فرنسا لسنوات عديدة. مميزاته: وقد تميز بجمعه بين التدريس علم الاجتماع وممارسته البحث الميداني، لذلك تميزت أعماله بالتكامل المنطقي، حيث وظف النظرية السوسيولوجية في الدراسة الميدانية نتيجة تخصصه في الاقتصاد والأنثروبولوجيا الحضارية من قبل. إذن العالم إيميل دوركايم أتى بمجموعة من الأفكار تخص علم الاجتماع، فما هي؟ أول نقطة تكلم عنها العالم
في علم الاجتماع هي التضامن العضوي، والذي خصصه للتضامن الاجتماعي. نقول التضامن العضوي أو التضامن الاجتماعي نفس الشيء. إذا التضامن العضوي والذي خصصه للتضامن الاجتماعي لظاهرة العمل، وصنفه إلى نوعين: تضامن آلي بسيط وغير مركب، وتضامن عضوي عكس الأول. والمجتمع ينتقل من الأول إلى الثاني، أي من البسيط الغير مركب إلى التضامن العضوي. إذن من خلال دراسته لظاهرة العمل والتخصص الوظيفي، صنف دوركيم التضامن الاجتماعي في المجتمعات الإنسانية إلى هذين النوعين. فالتضامن الآلي والذي يتميز هذا النوع بالبساطة والسذاجة وغير مركب وغير مميز الوظائف، يعتبر غير خاضع لمبدأ توزيع العمل، وحسبه يشتق هذا النوع من التضامن خاصيته الجوهرية من طبيعة المجتمعات التي ينتشر فيها، وهي المجتمعات البدائية. أما التضامن العضوي أي الصنف الثاني، فيتضمن أو يتميز بأنه عكس الأول، فهو معقد ومركب ومميز الوظائف، ويخضع لمعيار تقسيم العمل حيث تتوزع فيه الوظائف على الجماعات والأفراد داخل الأنساق الاجتماعية. كما يتميز أيضا بزيادة التخصص وتغلب على مثل هذه المجتمعات، أو تغلب على مثل هذه المجتمعات سلطة القانون واحتكام الناس إليه، أي تتجه حياة المجتمع أكثر إلى التنظيم الرسمي، وتمايز السلطات والمصالح يستمد خاصيته هو الآخر من أين؟ من طبيعة المجتمعات التي ينتمي إليها، وهي المجتمعات الصناعية الحديثة. النقطة الثانية التي تحدث عنها هذا العالم هو الظاهرة الاجتماعية، وهي كل ضرب من السلوك ثابت كان أو متغير يمكن أن يباشر نوعا من القهر الخارجي على الأفراد، وهو يتمحور في الأخلاق، الأسرة، الممارسات الدينية وقواعد السلوك المهني. وقد ركز دراسته في الظواهر الاجتماعية على الانتحار. إذن قلنا الظاهرة الاجتماعية حسب هذا العالم هي كل ضرب من السلوك ثابت كان أو متغير يمكن أن يباشر نوعا من القهر الخارجي على الأفراد، وهي بذلك كل سلوك يعم المجتمع بأسره وكان ذا وجود خاص ومستقل عن الصورة التي تتشكل بها الحالات الفردية. وللظاهرة الاجتماعية عند دوركايم مجموعة من الخصائص حسب هذا التعريف، تتمثل في بأنها جمعية، بأن الظاهرة الاجتماعية لها طابع إنساني، كذلك أنها تتميز بأنها إلزامية، وفي نفس الوقت هي تتميز بالتلقائية، والظاهرة الاجتماعية تتميز بالترابط. فموضوع علم الاجتماع عند العالم دوركايم يتمحور في الظاهرة الاجتماعية التي هي بدورها تتمحور حول ماذا؟ حول قواعد الأخلاق والأسرة والممارسات الدينية وقواعد السلوك المهني. كنا وتكلم أو ركز دراسته في الظواهر الاجتماعية على الانتحار، وهو أحد الظواهر التي يعني عالجها دوركايم من خلال كتابه المسمى الانتحار، بحيث يشير في هذا المفهوم إلى أن الموت الذي يرجع بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى فعل إيجابي أو سلبي قام به الشخص المنتحر، وقد قسمه إلى 4 فئات، هي الانتحار الأناني والانتحار الإثاري والانتحار اللامعياري والانتحار الفردي. على كل حال هو كتاب كبير يتكلم عن مجموعة من المبادئ فيه، قلنا اسمه بالانتحار واشتهر به كذلك.
نقطة أخرى نضيفها إلى النقطة السابقة وهي الظاهرة الدينية. ماذا تعني الظاهرة عند دوركايم؟ الدينية، الظاهرة الدينية حاول من خلالها دوركايم تحليل ومناقشة كيفية ممارسة الأفراد للمعتقدات والطقوس الدينية، وقسمها إلى قسمين متناقضين هما المقدس والمدنس. إذا صاغ دوركايم أفكاره عن الظاهرة الدينية من خلال تحليلها ومناقشة فكرة المقدس والمدنس. فالصفة المميزة للدين هي للدين بصفة عامة عند العالم دوركايم هي تقسيمه إلى مملكتين متناقضتين. المملكة الأولى قلنا تتضمن كل ما هو مقدس وروحي، والمملكة الثانية تحتوي كل ما هو مدنس. والدين حسبه هو مجموعة من المعتقدات تؤمن بها جماعة ما، وتكون نظاما متصلا يتعلق في الغالب بعالم ما وراء الطبيعة وممارسة شعائر وطقوس مقدسة والاعتقاد بوجود قوة روحية عليا تتحكم في الأقدار والمصائر. نقطة أخرى تكلم عنها العالم وهي النظام الاجتماعي والفرد والجماعة، أو سماه البعض المجتمع والضمير الجمعي والمجتمع. يرى دوركايم أن المجتمعات ما هي إلا أنساق اجتماعية مكونة من تنظيمات ومؤسسات اجتماعية تتكون من أفراد وجماعات تسعى لتحقيق أهداف البقاء والاستمرار. وهذا ما يتفق مع أفكار أوغستو كونت في ضرورة وجود الشعور العام المشترك بين الأفراد والجماعات من أجل تكوين المجتمعات. ويرى دوركايم أن مهمة علم الاجتماع في هذه الحالة هي دراسة المجتمع وتنظيماته المختلفة ومعالجة الحقائق الاجتماعية على أنها أشياء ليست أفعال. إذن تكلم العالم عن المجتمع أو النظام الاجتماعي والفرد والجماعة أو الضمير الجمعي، واعتبره نسق منظم يعمل على التوافق والتكيف. وأهم صفة مميزة له هي التوازن، الذي يشير إلى أن المجتمعات تكون ثابتة ومنظمة، أي أنه يقع إلى أن يقع حدث أو تغيير آخر، وعندها عندما يقع هذا الحدث أو التغيير يحدث التغيير، ويعمل المجتمع على التكيف مع هذا الموقف الجديد، لكي تتم عملية بناء التوازن من جديد. أما الضمير الجمعي أو الجماعة فهو حسب هذا العالم هو تعبير عن فكرة الجماعة في المجتمع. وماذا نقصد بفكرة الجماعة في المجتمع؟ فإذا تحدثنا وتصرفنا فإن المجتمع هو الذي يتحدث فينا، أي أن المجتمع يعيش داخل ضمائرنا بكل معطياته الثقافية والاجتماعية والقيمية. وقسمه حسبه إلى قلنا إلى قسمين، أو على أنها أشياء تتمثل في معالجة الحقائق الاجتماعية. قلنا نقطة أخرى، تقسيم العمل والتضامن الاجتماعي وفكرته فيها هي أن التساند المتبادل بين الأفراد والجماعات يدفق نجاح اجتماعي أو يسبب نجاح اجتماعي بسبب الالتحام العضوي، مثل التويزا أو مثل ظاهرة التويزا أو التضامن أو الحلقات أو غير ذلك. وقسمه إلى تضامن آلي وتضامن عضوي. إذن تحدث عن هذه النقطة وله كلام كبير فيها، بحيث أن التساند المتبادل
بين أفراد الجماعات في كل مجتمع يسبب ماذا؟ يسبب الالتحام العضوي أو الجماعي ما بين الأفراد، وتلك المشاعر التي تزيد الجماعة قوة، وهذه المشاعر تكون بسبب أفعال اجتماعية مثل ما كان مثل ما نلاحظ في كل المجتمعات تقريبا، ظاهرة التويزة ولا التضامن في مناسبات معينة في إطار الكوارث الاجتماعية الطبيعية عفوا في التي تحل بالمجتمع، أو ظهور ظواهر دينية أو غير ذلك، بحيث أن للالتحام العضوي والتساند المتبادل بين أفراد المجتمع مشاعر قوية تجمع أفراده، فيسبب التحام عضوي أو تضامن اجتماعي، وقسمه قلنا إلى تضامن آلي وتضامن عضوي. إذن هذا بالنسبة لأهم العلماء الذين تكلموا في علم الاجتماع عن نظريتهم، أو تكلمنا عن مجموعة من العلماء الذين كان لهم أفكار بارزة في علم الاجتماع، ولدينا علماء آخرين سوف نشير إليهم من خلال مجموعة من المحاضرات الأخرى كلما كانت هناك فرصة. لنصل في آخر هذه المحاضرة ونختم بالعالم ماكس فيبر، وهو من مواليد 1864 وتوفي عام 1920. هو نختصر في حياته ونقول أنه موسوعة معرفية، فلا يوجد تقريبا مؤلفا معاصرا دون الرجوع إلى في علم الاجتماع إلى العالم الألماني، وكان أستاذ في مادة الاقتصاد وله عدة أعمال ومؤلفات أهمها الروح الرأسمالية، الاقتصاد والمجتمع، الشركات التجارية في العصور الوسطى. فهذا العالم الألماني يعتبر موسوعة في علم الاجتماع معرفية، كان أستاذ في مادة الاقتصاد، ومن هناك العديد من الأعمال التي اشتهر بها، خاصة الروح الرأسمالية، الاقتصاد والمجتمع، الشركات التجارية في العصور الوسطى، وكذلك دراسته في نظرية العلم. قدم دراسات محددة في عدة مواضيع هامة وأسس منهجية وفلسفية للعلوم الاجتماعية. أما عن أهم أفكاره في علم الاجتماع، فقد اهتم بتحديد الخصائص المتميزة للحضارة الغربية التي تؤثر بموجبها على السلوك الإنساني. ركز كذلك على دراسة العلاقة الوظيفية بين الدين والنشاط الاقتصادي للإنسان، كما ركز على الآراء والقيم التي يعتبر أن لها تأثير مماثل على التغيير الاجتماعي، واهتم كذلك بطبيعة التغيير الاجتماعي وربطه بالعامل الاقتصادي. فأفكاره ليست بعيدة عن أفكار سابقه، لكن موضوع علم الاجتماع أو أهم أفكاره في علم الاجتماع شملت الاهتمام بدراسة العلاقة الوظيفية بين الدين والوضع الطبقي داخل المجتمع، ما بين الاهتمام بتحديد الخصائص المميزة للسلوك التي بموجبها يتأثر الإنسان، ركز على العلاقة الوظيفية بين الدين والنشاط الإنساني أو النشاط الاقتصادي للإنسان، ومن خلال هذا المخطط سعى لفهم طبيعة التغيير الاجتماعي، واعتبر أن العامل الاقتصادي مهم، وأن الآراء والقيم لها تأثير مماثل على التغيير الاجتماعي.
وأهم نقطة ركز عليها ماكس فيبر هي ماذا هي الفعل الاجتماعي، حيث يعتبر الإطار المرجعي عنده. واعتبر أن علم الاجتماع عبارة عن دراسة شاملة للفعل الاجتماعي، والذي يستهدف فهم معاني السلوك البشري، حيث عرفه بأنه أي ممارسة سلوكية تتجه نحو تحقيق هدف معين في ضوء قاعدة سلوكية يقرها المجتمع باستخدام وسيلة مشروعة. وقد صنفه فيبر إلى 4 أنواع. إذن الفعل الاجتماعي عند فيبر، وعند هذا العلم، يسعى إلى فهم الفعل الاجتماعي وتفسيره لكي يصل إلى تفسير تفسير سببي لمساره ونتائجه. وبذلك يكون علم الاجتماع عبارة عن دراسة شاملة للفعل الاجتماعي، والذي يستهدف فهم معاني السلوك البشري. ومن هنا جاء تعريف ماكس فيبر لهذا العلم كما ذكرنا، وصنفه قلنا إلى 4 أنواع. النوع الأول هو الفعل العقلاني، وهو الانتقال من الأنماط التقليدية إلى أساليب التفكير العقلاني، والتي ترتكز على معايير الكفاءة والتوقعات المستقبل. إذن الفعل العقلاني ركز عليه في الانتقال من الأنماط التقليدية إلى أساليب التفكير العقلاني، من البدائية إلى مرحلة العلم والتفكير العقلاني، حيث أن معايير الكفاءة والتوقعات تجعلنا نتوقع بما يمكن أن تؤول إليها الظاهرة في المستقبل. الفعل النقطة الثانية هي الفعل العقلاني القيمي، وهنا يركز على دور الأخلاق والقيم والدين والمعايير الجمالية التي تحكم الفعل الاجتماعي. فالفعل العقلاني القيمي حسب هذا العالم يركز على الأخلاق والقيم وكل معايير الأخلاقية التي تجعل من الفعل الاجتماعي كبير وتحكمه هذه الأخلاق وهذه القيم. بالنسبة لنقطة الصنف الثالث، وهي الفعل العاطفي، وهو فعل صادر عن حالات شعورية وعاطفية خاصة وذاتية يعيشها الفاعل، وعادة يكون عبارة عن ردود أفعال غير موزونة وغير ثابتة وغير عقلانية. إضافة إذن إلى الفعل العقلاني القيمي والأخلاق والقيم التي تحكمها مجموعة من المبادئ، لدينا تكلم عن الفعل العاطفي الذي يسير العديد من الأفعال الاجتماعية الصادرة عن حالات شعورية وعاطفية. وهذه الحالات الشعورية هي تلك الأفعال وردود الأفعال التي تكون غير ثابتة وغير عقلانية، وتكون كرد ردود فعلية ذاتية وليست ردود فعلية عقلانية، أي تتناقض مع الصنف الأول والصنف الثاني. الفعل التقليدي، وتشمل تلك الأفعال التي تمليها التقاليد الاجتماعية السائدة وتفريضها المجتمعات دون البحث في مبرراتها العقلية، أي الفعل التقليدي هي كل ما نرثه من عادات تقاليد مجموعة من الأمور التي ورثناها أب عن جد، ولا ننظر في مبرراتها العقلية لأننا ورثناها جيلا عن جيل، وهي تمثل القاعدة الاجتماعية التي تحكم سلوكاتنا وعاداتنا وتقاليدنا، والتي إذا خرجنا عنها نعتبر خرجنا عن المجتمع وأعرافه الاجتماعية التي نحن جزء منها. إذن هي في نظر العالم أنها نرثها جيلا عن جيل،
ولا نبحث عنها عن مبرر، نبحث لها عن مبررات حتى لا ننتقد الفعل العقلاني والفعل القيمي، أو حتى لا تتعارض مع الفعل العقلاني والفعل القيمي لديه. كما أنه تحدث عن التفاعلات الاجتماعية، والتفاعلات الاجتماعية قسمها إلى قسمين: التفاعلات العابرة والتفاعلات الدائمة. إذن بالنسبة للتفاعلات الاجتماعية، قلنا أن التفاعلات الاجتماعية يقصد بها فيبر أن هناك نوعين من التفاعلات الاجتماعية في المجتمع. الأولى التفاعلات العابرة أو اللحظية أو المؤقتة، وهي التي تحدث لفترة عابرة منظمة، مثل مثلا تجمع الطلاب في قاعة الدرس، أو يعني في بسبب شيء معين. الصنف الثاني أو التفاعلات الدائمة، ويقصد بها المستمرة، وهي التي تتميز أو تتم بين مجموعات من الأفراد يعرفون بعضهم البعض ويتفاعلون بشكل يومي، مثل التفاعل داخل الأسرة أو التفاعل داخل المدرسة بين التلاميذ أو بين المعلمين أو بين أفراد الإدارة أو غير ذلك. إذن هناك نوعين من التفاعلات الاجتماعية. هذا بالنسبة لأهم النقاط التي أتى بها هذا العالم، ونواصل في محاضرات أخرى مجموعة من الدروس التي لها علاقة بعلم الاجتماع.